مرحبا، كيفك؟ كيف صح؟ كيف الحال؟ يا مثال معظم الان اللي انا الموجودين الان معظمهم من عشائر، من شيوخ عشائر الباديه، ورايحين ان شاء الله عارف تجري معهم بعض الامور تحصل ان شاء الله. اذا في تصوير خلينا نغير الموضوع. كيف يقول لك واحد يحكي له كلمه عن بعض الامور؟ هذا الشيخ مثقال النزان. نعم. من شيوخ عشائر الشرفات. الله اكبر. صح، مش مهم تعليله، تعليله انا اقوله الان بدهم يقول يسمعوا بالنسبه للشعار وبالنسبه للقصايد. يعني في اكثر من وجهه نظر، بس بالنسبه للربابه وبالنسبه للعود هذا، يعني انت اظني ما تقبلها انه انا كان احكي لك افتي شكل، وانا يعني ارجوك انك انت رجل، كان احكي لك انت رجل قاضي، اذا انت كان احكي لك قاضي وهذا كمان الشيخ قاضي كلهم شوف، فمساله خليني احكي لك الربابه من ناحيه حكم شرعي الرباب وكذا شيء ارجو لك. لا نعم ورد فيها، خليني احكي لك في كتاب زاد المعاد والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان شاعر. نعم الشعر ما نقول فيه شيء، احنا الشعر ما نقول فيه شيء، الشعر الانجاز. ابو مختصر مفيد. نعم ابو اسامه انت ابدوا سهرتكم روح على طبعا التعليله هي عباره عن اجتماع بسيط ممكن يعني يكون بين جميع الاجيال، يعني الكبير والشاب والصغير، طرح مواضيع قد تكون اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لكن ببساطتها وليست بالأمور المعقدة في الزمن هذا. يعني أحيانا ما يكون يعني الشيخ يكون يعني يترأس عملية التعليل، لأن التعليلة هذه يعني أي شخص يقدر يخش فيها من نفس المجموعات اللي قريبين من الجيران من حول بعض، يجتمعوا كل ليلة مثلا عند واحد يتقاضوا ويسولفوا ويقضوا وقت الفراغ ومن ثم ينصرفوا إلى المبيت. يعني تعليله من الفعل تعلل او علل، هذا الفعل المشدد يعني تعلل او علل روح عن النفس. دائما في العشيره يقول المجالس مدارس، فهذه المجالس والتعليل يتعلم منها ابناء العشيره. المجمع عندما يكون اجتماع عادي يستمع الاطفال يستمع الشباب لاراء الكبار السن وينطوهم دروس افضل من الدروس اللي تاخذها الان في المدارس الحكوميه او في مدارس الخاصه بالمعنى عام. تعليله يعني هي يعني أنا مو عتليلة، أخذ معلومات وأعطي معلومات. أبدي من نوعين، في نوع انبساط لبعضهم وتسلون مع بعضهم، وفي نوع ثاني شيخ العشيرة يوم يجتمع المصلحة عشيرته له مستشارين يعني من وجوه العشيرة يجمعهم وياخذ رأيهم وشوه الطريقة اللي تنفع مصلحة العشيرة. يعني موضوع التعليلة ما يكون محضر له إلا إذا كان في أمر هام يخص العشيرة. يعني شيوخنا الفاضل والحاضرين جميع، أبو ركان أبو دخل الله الجميع، اليوم كان عندنا اجتماع مع مجموعة من الشباب اللي يحملوا هم البادية، كان اجتماع في مركز شباب البادية، كان الموضوع اللي اليوم نسولف فيه على موضوع التعويضات البيئية. الأخوان الله يجزاهم خير اجتهدوا، انتم سؤالكم كله يدور حول مين اللي قاعد يتبنى هذا الاجتماعات، الشباب هذه اجتهادات شخصيه منهم،
يتساهرون في بينهم بين السوالف القديمة، بين ينقلون الزمان اللي مر عليهم، عملية الترحال وعملية التنقل وعملية السنوات اللي حدث فيها مثلا جوع، فيها برد، فيها خير، فيها أمطار، فيها تجاور من عشائر أخرى، فينقلون هذه عملية مساهرة بينهم. وهذه التعليلة هي أحيانا تتم في المساء. التعليلة يعني ناس قاعدة مع بعض وتسالف مع بعض، هاي احنا معنى التعليلة عندنا، يعني المجموعة ويتهرجوا مع بعضهم. يقول البارحة يا حسين واني مع ملوك واني أمير ومعتليلي إمارة، عندي من الدنيا عمارات وبنوك وبكل دولة باني اللي سفارة، عندي من الدنيا عمارات وبنوك وبكل دولة باني اللي سفارة، حتى العطايا مصرفها غير بشكوك ودمقتها بدم الغدر والغدارة، أعطي من الخيرات من مال وسكوك واشرح على المحتاج ادعي بطهارة. هلال بن سلمان لقال مبروك يدفع كثير ولا يهاب الخسارة. التعليل والله يعني تقدر تحكي انه كل اشي بالنسبة للشباب، واحد يجي يقعد مع اصحابه يفضفض عن روحه يشكي همومه كمان. جمعة تكون بالليل يعني جمعة مفيدة، وخلنا نقول جمعة ود. عاد احنا نقول مرحبا يا بحيا بيض كلشن البيض البناء يا عفارة والعنود الشلشن. وش اسمك؟ روان. اي روان يا بيض منشن بطن حمراء ساكن بالميداني. شوف مختلف الوضع، المرأة ما تتعلل مع الرجال، المرأة مثل ما قال الشاعر قبل شوية في بينها وبين الرجال حاجز أو حاجب، تسمع كل شيء يدور لكن هي لها مكان ثاني. الأولاد يستفيدوا، ما هي مثل الأولاد اليوم يتقمزوا كلهم وهذا فاتح تلفونه وهذا كلهم يسمعوا شو اللي قاعد يصير. تعليل يعني مش تعليلة كبيرة، يعني مثلا جيراني قرايبي أقعد أنا ورجال ورعية البيت وبناته وكلنا نجتمع مع بعض ونقعد ونسولف كلنا مع بعض رجال والحريم. والله حبيت، أنا أحب تعليلة الرجال مع احترامي للقعدات، أحب تعليلة الرجال أكثر من تعليلة الحريم. أقول لك أنا عن حالي جوزي وإخواني يعني يفتحون مجال، يعني إذا ودي مثلا ألغي كلمة ما يمانعون. في عندك ناس تمانعوا، انت شفتي بعينك. المرأة كانت هي وزيرة الاقتصاد، كانت هي اللي تذبح اذا كان ازلم امها موجود، هي اللي تصلخ، هي اللي تكرم، هي اللي خلينا نقول بكل شيء بيد. سيدي ابو حسين يا شفاء كل مجروح، شوماتكم فوق الامور الصعيبة، ببيوتكم عنبر وهيل النفوح، عدوكم لا نزل للميدان مذبوح. الله حي غافل يا حلا يا حلبي شباب. الله حي والله حي وأهلا وسهلا. يلا حيهم. شو جاي تدور عندنا البدو هاني؟ جمعة خير إن شاء الله. تفضل. يلا حي شباب. سلم على الشيوخ، سلم على الشيوخ. يلا حي طيب هلا 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 عم غابل هلا مرحبا يا عم غافل. يا هلا يا كيف حالك؟ هلا بالجكور. اهلا وسهلا فيك. يلا حيو يا هلا يا عمي. بشوف الملك انت؟ والله يا عمي بشوفه. سلمنا عليه اولا. يسلم ان شاء الله يا عمي. وسلم على الملك قل له قعيس بح قعيس. يا والله قعيس قعيس ما ظل. وين راح قعيس؟ والله ما نسمع احنا البدو، ما ندري عنه. القعيس ياخذون هالرمل وين يودوه ما ندري. يا والله بصراحه انا شاعر معاك يا عمي انت والله يعينكم، لا وزير ولا مسؤول يجيكم ولا حدا، الله يعينكم. يا عم غافل انت بتسوي مسرحيات، احكي عن حالتنا البدو، ما حد داري عننا هنا. والله القعيس راح، برقع ما ابو ميه، الوديان بطت السيل، غنم مظل غنم، ريتين لحقته، تل رماح مظل عندنا ترور، بعد شوية تجينا حماد كلها. التعليل اليوم كله على التلفزيون، على المسلسلات، على السينمات، على النت، على المراسلة، على الحب، هذه تعليلة اليوم يا ابوي. صارت عندك تكنولوجيا جديدة، صار عندك التلفزيون، صار عندك الواتساب، صار عندك التويتر، صار إيش؟ صار يجي والله بالله خلنا نسمع المسلسل، غزتنا الثقافة التركية، غزتنا نور ومهند،
غزانة المسلسلات شيء غريب عجيب، تغير حتى نمط الحياة عندنا كل شيء، صار عندنا انقلاب، صار تحول اجتماعي عندنا. البيت دائما بابه مفتوح، مش زي الدور اليوم، تغير النظام اليوم، صارت غير تاخذ موعد، وصارت الان تحكي معه تلفون وتطق على الباب قبل البيت الشعر، ابوابه مفتوحه من جميع الجهات. الاختلاف الان بتعيير الوقت الحاضر، لانه الناس صارت تتعلل عند بعض، يعني لمصلحه مثلا، انا لي مصلحه عند فلان من الناس اروح اتعلل عنده واتباحث مع موضوع القضيه اللي بدي اياها انا. يعني حتى جارك يعني اذا تروح عليه مثلا اكثر من مره يقول لك والله انت في لك شغله عندي، اذا بدك اي شيء انا مستعد وكذا، يعني يشعرك كانه انت تعليلك جاي مشان هدف. حنا على عهدنا والله قلبك رايطبها وجيشك. يعني ما في خلاف بين الماضي والحاضر الا باختلاف المجتمعات تقريبا، يعني كانت بالبدايه تكون جمعه عاديه، الان ممكن تكون بدعوه. يا معلم جاينا كليله داري انحرينا تعليله. Tell